نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: واردد الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق، إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاحفظ ودع عنك الجدال والمراء. لازال المصنف رحمه الله يذكر كيفية تصحيح المسألة إذا كان فيها عدم انقسام بين السهام وبين الرؤوس. فالسهام والرؤوس لا يخلو إما أن تكون منقسمة أو غير منقسمة. إذا كانت منقسمة فتترك كما هي، ويدخل تحت هذا الانقسام من النسب الأربع: المماثلة والمداخلة. وإذا كان غير منقسم، إما أن يكون مباينا وسيأتي في الأبيات القادمة إن شاء الله، وإما أن يكون موافقا، يعني بينهما توافق في عدد ينقسم على الاثنين، عدد السهام وعدد الرؤوس. فإذا كان كذلك بينهما موافقة، نأخذ وفق عدد الرؤوس ثم نضربها في أصل المسألة فتصح المسألة حين ذاك، ثم تكون الأسهم منقسمة على عدد الرؤوس. وهذا التباين وهذه الموافقة بين السهام وعدد الرؤوس إما أن تكون في جنس واحد، مرد جنس واحد، فريق واحد، مثل إخوة اليوم هذا يسمى فريق، بنات يسمى جنس، إخوة شقة جنس، هذا معنى الجنس. فإما أن تكون في جنس أو في أكثر من جنس. لذلك فإذا كان جنسا واحدا أو أجناس العمل واحد، نخرج وفق كل عدد ثم نضربه في الأصل. مثال الجنس الواحد: لو هلك هالك عن زوجة وستة أعمام، زوجة الربع والعمام الباقي، أصل مسألة من أربعة، زوجة واحد متبقي ثلاثة، ثلاثة والعمام ستة بينهم موافقة، اتفقان في عدد ينقسم على اثنين، ما هو هذا العدد؟ أقل عدد ثلاثة، فثلاثة على ثلاثة منقسمة، وستة على ثلاثة منقسمة. ستة هذا العدد الرؤوس، إذا قسمناها على العدد الذي ينقسم على الاثنين وهو ثلاثة، كم يخرج وفق الستة؟ اثنين. فيكون الوفق الستة هنا اثنين، فنضرب في أصل المسألة وهو أربعة. المسألة فرضها ربع، أصل المسألة أربعة، فنقول ثلاثة في أربعة 12، ثم تصح المسألة. هذا إذا كان من جنس واحد. وإذا كان من جنسين نفس الكلام أيضا، مثل لو هلك هالك عن زوجة وست أخوات شقائق واثنى عشر إخوة لأم، الزوجة تأخذ الربع والأخوات الشقائق يأخذن الثلثين، والإخوة لأم يأخذون الثلث كما قال سبحانه: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. عندنا ثلاثة أصول المسائل وأربعة، أصل مسألة كم؟ فرض المسائل ثلاثة وأربعة، أصلها يكون مسألة من 12، تمام؟ ربع 12 كم؟ ثلاثة، الزوجة ثلاثة، ثم عندنا 12 تقسيم ثلاثة الإخوات الشقائق، 12 تقسيم ثلاثة كم؟ أربعة، وأربعة الثانية حتى يكمل الثلثين كم؟ ثمانية، ثمانية وثلاثة كم؟ 11، تمام؟ 12 تقسيم ثلث الإخوة لأم كم؟ أربعة، أربعة وحداش كم؟ 15، فتعود المسألة إلى 15. عندنا ست أخوات شقائق، سهامهم كم؟ 8 ولا لا؟ 12 تقسيم ثلاثة أربعة، وأربعة وأربعة ثمانية، ثمانية وستة بينهم موافقة، اتفقان في عدد ينقسم على اثنين، ما هو العدد هذا؟ اثنين. كم عندنا من رأس أعمام؟ ستة،
ستة تقسيم اثنين ثلاثة، فوفق ستة كم؟ ثلاثة. هذا جنس واحد. الجنس الثاني بينهما موافقة. الجنس الثاني الإخوة لأم، 12 تقسيم ثلاثة، يعني أصل المسألة تقسيم ثلاثة اللي هو فرض الثلث، أربعة. أربعة وكم عندنا من إخوة الأم؟ 12. أربعة و 12 بينهما موافقة، ما هو العدد اللي يوافق بينهما؟ 2. 12 تقسيم 2 6، 6 تكون هي وفق 12. فعندنا الآن وفقان، 6 و 3 بالأول، صحيح؟ بينهم هذه يكون هنا عندنا وفقان في انكسار فريقين اثنين أو جنسين اثنين. فيمكن إذن أن يكون الانكسار في الموافقة موافقة في جنس أو جنسين، فنخرج الوفق سواء كان جنس أو جنسين ونضربه في أصل المسألة. لذلك قال المصنف: واردد إلى الوفق الذي يوافق كم وفق الرؤوس نخرجه، واضربه في الأصل أصل مسألة. فمدن هنا اثنين، أصل مسألة 12، نضرب 12 في 2 فأنت الحاذق. إن كان جنسا واحدا، يعني الموافقة في جنس واحد مثل زوجة ست أعمام، أو أكثر، يعني أكثر من جنس مثل زوجة ستة أخوات شقائق و12 إخوة اليوم مثلا، أو زوجة أيضا وعشر أخوات شقائق وعشر إخوة اليوم يصح، أو 20 أخت شقيقة وعشرين أخ لأم مع الزوجة. ذلك قال: إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاحفظ، يعني عليك بحفظ العلم، ودع عنك الجدال والمراء، لا تجادل في العلم ولا تماري فيه ولا تكثر فيه من اللجاج والعناد، وعليك بالتواضع في العلم ونشره وإخلاص النية فيه لله عز وجل. هذا الآن إذا كانت بينه موافقة. وإذا كان بين السهام والرؤوس مباينة يأتي إن شاء الله في الأبيات القادمة، يعني ما بين السهام والرؤوس الذي نحتاج فيه إلى عمل فقط في الموافقة والمباينة، أما كان منقسما لا ما ننظر إليه، خلاص الأمر سهل. مثال ذلك: لو عدد السهام عندنا أربعة، يعني أربع سيارات، وعدد الورثة أربعة، منقسم ما في إشكال، ما نعمل فيها شيء. ولو كان عندنا أربع سيارات وعدد الورثة أبناء اثنين، منقسم ما في مشكلة، نعطيك الواحد سيارتين. ولو عندنا أربع أراضي والورثة ثمانية، ما تنقسم، هذه موافقة، تمام، نعمل مثل ما سبق. ولو عندنا أربع أراضي وخمسة من الورثة، ما تنقسم، هذه تسمى مباينة. المباينة كل عددين خلف بعض، هذا مباينة على طول، أربعة خمسة ستة سبعة، أو لا تنقسم أصلا مثل خمسة وتسعة عشر وهكذا. واضح؟ نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.